But ناخذ methods of starting. كيف ممكن نبدا الاندكشن موتور؟ كيف ممكن اشغله من البدايه ويبدا يتحرك؟ شو ممكن اعمل؟ انتوا اعطوني افكار. ستار دلتا. نعم، ستار دلتا، اوكي نطلع على فكره ستار دلتا. لو انا عندي هي حطها واحد. لو عندي محرك انا شريته اصلا من الشركه عاده هو ريتد حتى يشتغل كدلتا. هون عندي هاي كونكشن، هاي كونكشن. هاي كونكشن وبدك تنتبه دائما على اوكي طلبت من الشركه انه يعطوني هذا المحرك لما يلفوه من كل طبعا هذا عباره عن A و A برايم اه فهذه الاسلاك دخلت لفت عملت البولز تبعت A و A برايم ورجع السلك طلعت طرف السلكين هذول لبرا ولما باجي بطلع على التيرمينالز تبعت المحرك رح الاقي فيه له 6 تيرمينالز. وعادة حسب الكونفنشن الالماني بنسميهم يو وفي ودبليو، الكونفنشن الامريكي ما رح يكون زي هيك رح يكون شيء ثاني، يو وفي ودبليو. فالتيرمينالز اللي عليهم الدوتس رح يكون عندي هون يو وفي ودبليو. فباجي انا بفتح الصندوق الكونكشن بوكس، الكونكشن بوكس بنفتحه بلاقي في عليه 6 تيرمينالز وطالع من ال 6 تيرمينالز رح يكون في طالع شيء زي برغي او ستاد وبقدر اشد عليه بسامونه اشد عليه التيرمينال تبع السلك. بس كمان ما خلى الثلاث اسلاك هذول جوا لاني انا طلبت منه لما طلبت المحرك قلت له اعطيني محرك بدي ال 6 تيرمينالز يكونوا افيلبل اعمل اللي بدي اياه فيهم. فراح اعطاني هلا اعطاني يو في دبليو الثانيين اسمهم اكس واي زد فخلينا نسمي هذا يو اكس V و X Y و W Z هيك التيرمينالز اسماء. هلا ما حط اللي هون جاب ال U دخله جوا لف 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 ولما رجع ما حط ال X هون حط ال X هون. ال X صارت مقابلة لمين؟ لل V. بعدين لف ال V دخل اخذ السلك ال V شبكه من هون دخله جوا لفه حوالين داخل الستيتر ولما طلع وحط ال V هون واي وبعدين اخذ سلك ال W نفس الشيء ودخله جوا ولف البولز جوا ستيتر ولما رجع ال W رجعت اسمها هون عندي كمان سلك هون سلك وهون سلك لو سهل الداتا شو كان بشغل الداتا شو بفرجيكم شكلهم ولما بعت لي اياه من المصنع جاب ست قطع او عفوا ثلاث قطع معدنيه وجاب القطعة المعدنية هاي حطها هون فيها فتحتين، فالقطعة المعدنية بتيجي شكلها زي هيك مبسطة فيها هون فتحة وهون فتحة والمسافة تبعتها مساوية للمسافة هاي. وكمان المسافة تبعتها مساوية بتعرفوا لأي مسافة؟ بس أنا راسمهم بشكل سيء للمسافة هاي، فكان ممكن القطعة المعدنية هاي أشبكها بين هدول التنتين وأشبكها بين هدول التنتين. لما إجتني من المصنع كيف كانت مشبوكة؟ محطوطة قطعة هون وقطعة هون وقطعة هون. فالثلاث قطع هذول اللي محطوطين ايش عملوا الكونكشن تبعت المحرك؟ دلتا تمام لانه هذول الثلاث قطع هم هي قطعة بين يو وزد بين دبليو واي وين الدبليو؟ دبليو واي وبين في بين في واكس فهذا المحرك هلا انا بجيب التيرمينالز الثلاثة تبعتي من الشركة الثري فيز وين بشبكهم؟ على يو في دبليو ولا زد واكس وواي؟ لا صح اشبكهم هون ولا هون؟ ولا ما بياثر لنا هاي قطعه موصله معدنيه؟ ما بياثر، اوكي؟ فبشبك التيرمينالز تبعون اللي بيجوا من الشركه بحط واحد هون بكون عامل عليه تيرمينال خاص والتيرمينال الخاص بيطلع بكون في فتحه فيه من هون، بعدين سقط التيرمينال هون وبشد عليه بشد النط وبشد النط الثالثه وبشد النط، اوكي؟ وصلني هذا المحرك هلا اذا بدي بقدر اشغله كدلتا وهو ريتد يشتغل كدلتا واذا طلعت على النيم بليت تبعته مصمم انه يشتغل كدلتا. وجدت انه لما بشغله فجاه كدلتا بحط عليه 3 فيز وهو ستيشنري وبدا يتحرك عم بيسحب كارنتس عالي جدا. طبعا هاي مشكله لما يسحب كارنتس عالي مش هيك؟ اذا انت في عماره وشغلت لود فجاه شو بتشوف الضواو بيعملوا؟ شفتوا الضواو بيخفتوا هاي مشكله طبعا في لها مشاكل ثانيه. فقررت بدي اعمل شيء ثاني. بدي بدال ما احط اللاين وخلينا نفترض انه في لاين لهذا السيستم زي ما عندنا هون بالاردن 400 فولت اللاين 400 390 380 حسب الريتنج. فجيت قررت قلت في البدايه بدي اشغل هذا المحرك
كدلتا كستار وبعدين بدي اشغله كدلتا. هلا اذا شغلته كدلتا هاي سبيد تورك تبعه، هاي سبيد هون وهي التورك هون. هلا انا بدي اشغله في البدايه كستار، انا عم بشغله اوف لود نو لود، يعني لما بشغله ما في عليه لود، فما في مشكله اني اشغله. هلا لو شغلته على ستار قديش الفولتج راح يكون على الواينر؟ هلا اطلع نفس الشيء، هي الثلاث اسلاك اللي جايين عندي هون في المصنع او في المكان، الفولتج اللاين فولتج بينهم 400 فولت. 400 فولت بين A و B او R و S، اذا نسميهم R و S اذا بنضلنا ماشيين بالكونفنشن الالماني R و S، فبين R و S عندي 400 فولت، بين S و T عندي 400 فولت، ولو قست كمان بين R و T راح يكون عندي هون 400 فولت، هذا اللاين فولتجز. هلا ما رحت شبكته دلتا زي هيك، حطيت كويل وكويل وكويل، شو عملت هلا؟ في البداية شبكته ستار. فرحت شبكت الار اللي جاي من هون على يو، شبكت الاس اللي جاي من هون على في، وشبكت التي اللي جاي من هون على دبليو. طب وين راحوا اكس واي وزد؟ جمعتهم كلهم هون مع بعض، اكس واي زد. وبتعرفوا شو عملت بهدول اللي هون؟ جبت القطع المبسطه هاي الثلاثه وحطيت تنتين منهم ورميت الثالثه، او حطيت تنتين منهم فوق بعض، حطيت واحدة منهم هيك واحدة منهم هيك. هاي بوصف لكم اياهم زي ما بتصير بالضبط. طبعا هون شبكته ما بصيرش اشبكه هون دائم، بس هذا هيك هلا مشبوك. ايش صار؟ وين ستار بوينت؟ منيح، وبقدرش اوصلها وخلص، انا بجيب هلا فري تيرمت وبشغله. طيب هلا هون السؤال، قديش الفولتج الفعلي الان حطيته انا على المحرك؟ انا لسه هون عندي 400 فولت 400 فولت 400 فولت، قديش الكويل الواحد كان يجي هون؟ ايش الفولتج اللي كان يجي هون؟ 400. قديش صار كل كويل يجي هون؟ بفيز. فصار هون يجي 230 فولت. هل انخفض الفولتج؟ انخفض فولتج بنسبة قديش؟ 1 على جذر 3 تمام، لكن التورك بتناسب مع مربع الفولتج. فإذا ربعت جذر 3 شو بصير؟ 1 على جذر 3 شو بتصير؟ ثلث. فهذا بنزل لثلث القيمة الأصلية تبعته اللي موجودة. فهذا 1 على 3، إذا هذا تي ستارتنج هذا 1 على 3 تي ستارت. فانا خسرت ستارتنج تورك، بس انا مش مهتم انه ستارتنج تورك ينزل، لانه انا ما بدي ابلكيشن فيه هاي ستارتنج تورك، بدي بس اشغله حتى اوصله هون وبعدين احول من ستار لدلتا. اذا شو استراتيجيه تبعتنا راح تكون؟ راح نشغل نحط كونتاكتر هون، جهاز كهربائي بوصل الكهرباء، بوصل اول شيء بوصلهم على شكل ستار، بعدين بحط تايمر. تايمر قديش تتوقعوا؟ كم ثانيه؟ حطه مثلا 5 ثواني 7 ثواني 10 ثواني. خلال العشر ثواني هون المفروض هذا المحرك تكون زادت سرعته بحيث انه وصل شيء قريب من السرعه النو لود سبيد تبعته، وبعدين بحول من ستار لدلتا. فببدا في النهايه بشتغل على هذا الكيرف التورك لحد ما اوصل مثلا فرضا هون هاي السرعه، بعدين بطلع هون وبرد تنزل مثلا، وحسب الريت التورك اللي انا بدي اياه مثلا بدي هذا الريت التورك اللي موجود. هلا المحرك صار وصل سرعته جاهز انه يشتغل ويعطيني التورك اللي انا بدي اياه على الكيرف اللي موجود هون، بس لغرض ستارتنج انا استعملت ستار دلتا ستارتر. ستار دلتا ستارتر لسه مستعمل كثير اليوم في التطبيقات اللي ما بدي اجيب باور الكترونكس ديفايس، بجيب ستار دلتا ستارتر. اذا بخلي كونتاكتر بتشبك هدول بتشغلهم، خلينا نشوف كيف نشبك هاي الكونتاكترز. اذا بجيب الكويلز الثلاثه، هي عندي يو، وايش كان الطرف الثاني تبع يو؟ اكس مش هيك؟ 2 اكس، وهي الدوت، وبجيب الكويل الثاني اللي هو في، وهي الدوت. طبعا اذا هو صاحب مصنع ما بعت لي هيك ما بقدر اعمل اي شيء. اذا ما اعطاني التيرمينالز الثاني هذول، طلع لي ثلاث تيرمينالز بس ما بقدر اكمل. في بعض محركات بتيجي بس فيها هذول الثري تيرمينالز وهي مشبوكه من الداخل ستار او دلتا. عندي هون في واي واخر شيء دبليو وزد. هلا بنشبك اول شيء كونتاكتر الرئيسي راح نسميها سي، وهون عندي فيز ار، هي فيز اس، وهي فيز تي. هون في عندي خط مقطع ميكانيكيا، في عندي ميكانيكال لينكج بين الكونتاكتس هذول، فلما تشتغل الكونتاكتر سي بسكروا الكونتاكتس الثلاثه هذول اللي باخذوه في الميكاترونكس، بتعرفوا الهايم شيك باخذوه في مختبر الاوتوميشن شيء زي هيك. في عندي كونتاكتر بسكروا هذول الثلاثه، فبيشتغل اول شيء هذا الكونتاكتر، بعدين عندي كونتاكتر ثاني اللي هو او خلص هذه راح اخذها الكومن، راح اخذها هون الكومن، راح اخذها هون الكومن، راح اخذها. هلا في عندي تو كونتاكترز ثانيين، واحدة راح اسميها دي وواحدة راح اسميها اس. الكونتاكتر تبعت دي الدلتا، في عندي كونتاكت هون وفي عندي كونتاكت هون، وإذا بدك تحط كونتاكت ثالث هون، هدول
لينكس او جانج الخط المقطع يعني انهم مشبوكين بيتحركوا مع بعض بيسكروا بيفتحوا مع بعض راح اسميهم دي ودي ودي هذا اذا سكر عفوا هذا اس مش دي هذا اذا سكر الكونتاكتر اس ايش راح يشوف اي كونكشن راح يعطيني كانه هاي شبكهم كلهم مع بعض مش هيك هي ستار بوينت صارت كلها نقطه واحده طبعا هون انت ما بتحتاج غير تو كونتاكتس بس انا حطيت الثلاثه منهم طيب والدلتا بعدين ايش بدي اشبك لما اشغل الدلتا بدي اخذ اليو اشبكه مع الزد والفي اشبكه مع الاكس والواي اشبكه مع الدبليو فراح اجيب هنا كونتاكتر ثاني راح اخذ ال احنا هناك شابكين الفي مع الاكس مزبوط الفي مع الواي الفي مع الواي ولا مع الاكس لا الفي قصدي طرفه واي بس مع مين بنشبك في الدائره مع الاكس وهي راح اسميها دي وراح اعمل نفس الشيء هون راح اجيب هذا الخط الكونتاكت الثاني واسميها دي وبعدين راح اجيب الكونتاكتر الثالث انا اللي بدي اضطر الفه هذا راح يروح هلا ايش السيكونس اوف اوبريشن اول ستيب ايش بعمل بشغل سي وسي انا سميتها سي لانها كومن للستار وكومن للدلتا راح اشغل السي ومعها مين راح اشغل بالاول ستار بعدين هلا بعد 10 سكندز مثلا راح اخلي السي راح تضلها اون واس بدها تصير هلا لازم اس تكون اوف بالاول قبل ما تصير دي اون اذا اشتغلت اس ودي ايش بصير؟ شورت سيركت تمام ممتاز فما بصيرش يشغل فلازم اس اوف بالاول فبكون في بينهم ميكانيكال انترلوك التنين هذول ما بيشتغل دي لحد ما يطفي اس وبعدين بعمل دي اون فبنتقل من النقطة هاي للنقطة هذه شو استفدت من ستار دلتا ستارتر وخففت من ستارتنج كرنت لكن طبعا خسرت ستارتر تورك اذا في ابلكيشن بده هاي ستارتنج تورك ما بينفع ستار دلتا ستارتر ما بينفع